للمزيد من التحليل والمتابعة أيضا ينضم إلينا من عمان عبر خدمة سكايب الدكتور منذر الحوارات، عضو جمعية الشؤون الدولية والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور منذر. بداية، يعني ما أهمية انعقاد هذه القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق في هذا التوقيت؟ نعم، هذه قمة ثلاثية يفترض أنها كانت تعقد بشكل دوري، وربما التوقيت جاء في مناسبات إقليمية خطرة، وإلا كانت هذه القمة يفترض أن تكون عادية، لكن وجودها بهذا الوقت وضمن تداعيات في المنطقة تحصل في الفترة الأخيرة جعل لها ذات طابع خاص، ربما يكون فيه رسالة لجميع الأطراف لأن هذه الدول موجودة على الخارطة وتستطيع أن تتكتل. صحيح أن هذا التكتل اقتصادي، صحيح أنه ذات طابع أمني أيضا، ولكن يمكن أن يكون له توجه سياسي. هذا التوجه السياسي يعطي رسائل إقليمية مهمة، أنه الأردن لم يفته القطار، ربما مصر لم يفتها كذلك، والعراق حاضر. بالتالي أعتقد أن الرسالة السياسية التي ستخرج عن القمة مهمة جدا، وكما قلت لك وإن كان الطابع لهذه القمة هو اقتصادي أمني نعم. بالدرجة الأولى. طيب، القمة يعني كما ذكرت تركز بالدرجة الأولى على هذا الطابع الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ما هي فرص وآفاق التعاون بين الدول الثلاثة في هذه المجالات الاقتصادية والاستثمارية؟ كبيرة جدا حقيقة بالنسبة للأردن، كما قال في المقدمة يعول على استمرار العمل بأنبوب النفط من البصرة إلى العقبة، وهو فيما لو حصل في هذه الظرف الصعب الذي يمر. يبدو أن فقدنا الاتصال مع سيد منذر الحوارات، عضو جمعية الشؤون الدولية. يبدو أنه عاد إلينا من جديد. إليك لإكمال الفكرة في فرص وآفاق التعاون نعم، الاقتصادي يبدو دكتور. أنه سيشكل بارقة أمل تحيي وتنعش الاقتصاد الأردني الذي ألقت كورونا بظلال كبيرة. أيضا يريد أن يفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع العراق، ويريد أيضا أن يعزز التبادل الأمني بينه وبين العراق. بالنسبة لمصر، ربما تطمح إلى أن تكون شريكة في إعادة الإعمار، وهنالك قضايا أمنية فيما يتعلق بالمعتقلين. أما العراق فهو سوف يكون مستفيدا كبيرا من هيمنة أطراف إقليمية طاغية عليه. يحتاج العراق إلى الكهرباء، يحتاج إلى التنمية، يحتاج إلى الوقوف معه بوجه كورونا. كل هذه يستطيع العراق أن يستفيد من هذا التكتل.